دكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب. دكتور صلاح اهلا بيك. أصدقائي تحياتي ليك ولهذا العرض الموضوعي المتميز لما يثار حول قضية الأستاذ معصوم على ما أظن. طيب دكتور صلاح، هنا الـ 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 يعني فكرة، أنا بقول في جانب قانوني في القضية وفيها جانب سياسي في غاية الخطورة، يعني لأنه يعني أنتم حتى أحزاب وقوى مدنية موجودة داخل مجلس النواب، لكن هنا الخطورة في محاولة التعامل مع قضايا من هذا النوع. هل تعتقد أنها كانت بمثابة جسر تحاول من خلاله جماعة الإخوان الإرهابية العودة من جديد للمشهد؟ لا، خليني اقول لك يا استاذ وائل، انا متفق تماما على كل ما ذكرته في مقدمه حديثك، بس خليني اوضح لك حاجه. يعني يمكن هذه الجماعه الارهابيه سواء برؤوسها خارج مصر او زيولها داخل مصر بتحاول طبعا تضرب استقرار الدوله المصريه وتعطل الدوله المصريه وتضر الدوله المصريه والشعب المصري باي طريقه. احنا شايفين في فتره من فترات هم اكتشفوا ان استخدام الارهاب استخدام ليس ذو جدوى. قواتنا المسلحة وشرطتنا المصرية بيحققوا خطوات متقدمة جدا في مواجهة هذا الإرهاب ومحاصرته في بؤرة ضيقة جدا، وبدأ خلاص يعني احنا على مشارف الإعلان عن انتهاء من القضاء على هذا الإرهاب الأسود. أن الآن تنتقل هذه الجماعة الإرهابية لاستخدام آخر، وهو استخدام السياسيين الإرهابيين. للأسف هناك بعض النخب وبعض السياسيين اللي فقدوا القدرة على التركيز والتمييز ما بين ما يضر الوطن وما يضر من يحكم الوطن. بالمنتهى الأمانة، يعني هذا الاستهداف اللي أعلنه السيد معصوم مرزوق أنا أعتقد أنه بيستهدف الدولة المصرية، وأعتقد أنه ليس مجانا. يعني أنا ليس جهة تحقيق، إنما جهة تحقيق هي اللي تعلن ذلك في وقته. أعتقد أن هذا الاستخدام ليس استخداما مجانيا، استخدام مدفوع الأجر بشكل واضح وبملامح واضحة وبخطة واضحة هدفها إثارة البلبلة وإثارة حالة من عدم الاستقرار وهز النظام وخلافه. وانا بقول لك يمكن انا حتى اول قبل ما يتم اصدار قرار النيابه العامه بضبط واحضار السيد معصوم، انا قلت على فكره ان هذه الدعاوى ليست لها اي صدى وليست لها رد فعل. وقلت على فكره يمكن حتى البعض اعتقد ان انا بسخر، ما دي حقيقه. قلت السيد معصوم اللي بيطالب الشعب المصري بالخروج للميادين، انا اعتقد ان هو لو رشح نفسه في اتحاد ملاك العماره اللي هو ساكن فيها ما حدش هيعرف، لانهم لو لهم زخم شعبي ولهم قواعد حقيقيه كانوا يقدروا يأثروا في الناس. انما دول اول ما بتعلن عن اي انتخابات بتبص تلاقيه بيقطعوا قبل ما يعلنوا، قبل ما يفتح باب الترشيح. يعني انتخابات مجلس النواب مقاطعه، انتخابات رئاسه الجمهوريه مقاطعه. عايز تجيب الناس منين؟ انت عايز نوصل لك الجماهير دليفري؟ عايز نوصل لك خدمه الشعبيه للمنازل؟ انا بقول لك لا، بمنتهى الامانه احنا شايفين الموضوع دوت خلاص قيد التحقيق، وانا واثق تماما في عداله القضاء المصري وسلطه النيابه العامه ان هيعلنوا للشعب المصري حر انتهاء التحقيق حقيقه كل المشاركين في هذه المؤامره الرخيصه التي ليس لها اي صدى. انما في الاخر احنا مع احنا في دوله قانون مش في دوله معصوم. احنا مع ان الدوله يقام فيها القانون على اي حد، على 104 مليون مواطن داخل وخارج مصر، من اول رئيس الجمهوريه لابسط مواطن في الجمهوريه. ما فيش حد بيختفي او بيحتمي بكلام سياسي ولا بمنصب سياسي ولا بشكل نخبوي، لا، احنا كلنا هناك قانون عقوبات واضح، هناك قانون مكافحه الارهاب واضح، هناك نصوص قانونيه تطبق على الجميع بلا استثناء. ده حنيح الثوره بقى اللي هيقعد يقول لك ادي معصوم وادي ضحيه ان هو الراي وكان كده. هناك فارق ما بين ان انت تقول راي سياسي وان انت تشارك في مؤامره اللي قال بنظام الحكم. بشكرك دكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب. وزي ما قلت لكم يا جماعه، بوصلتنا الوطنية هي عدم الخروج من مظلة 30/6. مظلة 30/6 تخلصنا فيها من جماعة الإخوان الإرهابي، من فكرة الاستخدام السياسي للدين، من فكرة دولة الميليشيات. وبالتالي هنا البوصلة الوطنية لا يمكن أبدا أن يبقى في تخيل حتى لقوة محسوبة على ثورة 30/6 أنها في النهاية تلقي بأنفسها في أحضان الإخوان. ويبتدي الحديث عن طيب معودة محمد مرسي، طيب الذين ألقي القبض عليهم
من أعضاء جماعة الإخوان، حوارات بهذا الشكل والتعامل مع جماعة الإخوان على إنها فصيل سياسي، معقولة؟ ده ثورة 30/6 اللي كان حتى التيار الشعبي اللي بينتمي إليه السفير معصوم مرزوق جزءا أساسيا منها، يعني قامت على التخلص من إرهاب جماعة الإخوان.